تنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد لوضع حلول عاجلة لتخفيف الازدحامات وزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، صرح سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبد الله خلف بأن الوزارة قد انتهت من أعمال تطوير شارع 41 من شارع الشيخ سلمان إلى طريق 4013 في المنطقة التعليمية بمدينة عيسى. وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار السعي لتنفيذ أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 من خلال توسعة شبكة الطرق في البحرين بما يحقق البنية التحتية ذات المعايير العالمية التي تنشدها المملكة، مؤكدا بأن هذا الإجراء التحسيني سيسهل من الحركة المرورية الداخلة والخارجة من المنطقة التعليمية باتجاه شارع الشيخ سلمان، كما تم فتح تقاطع للدوران العكسي فقط عند تقاطع شارع 41 من شارع الشيخ سلمان بالقرب من جامعة البحرين ليسهل من انسيابية الحركة المرورية والعودة إلى الشارع. ويبلغ عدد المركبات المستخدمة للشارع يوميا نحو 10,000 مركبة في الاتجاهين بمعدل 2000 مركبة في الساعة أوقات الذروة، حيث سيضاعف المشروع من الطاقة الاستيعابية للشارع ويزيد من انسيابية الحركة المرورية على الشارع بنحو 70%. ويعتبر هذا المشروع جزءا من خطة شاملة لتطوير طرق المنطقة التعليمية التي تم البدء فيها مطلع العام الماضي في الحزمة التحسينية الأولى، وتأتي كجزء من خطة أشمل وأضخم لمشاريع شبكة الطرق الاستراتيجية الكبرى التي أطلقتها الوزارة مطلع العام الماضي بقيمة 1,200,000,000 دولار أمريكي ممولة من برنامج التنمية الخليجي. ويتوقع أن تحدث هذه المشروعات نقلة نوعية في شبكة طرق البحرين لاستيعاب التوسع العمراني والسكاني. تم اليوم الانتهاء من تطوير شارع 41 بالمنطقة التعليمية بمدينة عيسى في الجزء الواقع بين شارع شيخ سلمان وطريق 4013، ويأتي هذا المشروع ضمن الحزمة الثانية من مشاريع الطرق للحلول العاجلة والتي جاءت بناء على توجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لمواقع الاختناقات المرورية على شبكة الطرق بالمملكة. تكون هذه ميزة هذه الحلول أن هي تكون ذات تكلفة منخفضة نسبيا ولكن لها أثر كبير وعالي في تخفيف الازدحامات المرورية. وضمن مساعي وزارة الأشغال في هذا المجال قامت بتنفيذ العديد من هذه الحلول العاجلة في مختلف المحافظات، ومن ضمنها منطقة التعليمية بمدينة عيسى حيث تم وضع عدة حلول عاجلة فيها، وتم تنفيذ سابقا العديد من هذه الحلول ومنها توفير منفذ إضافي يربطها مع شارع الشيخ سلمان مما خفف من الاختناقات المرورية على المنافذ الأخرى. وهذا المشروع مشروع شارع 41 يهدف إلى تخفيف الازدحامات المرورية ورفع الطاقة الاستيعابية للمنطقة وأيضا تحسين السلامة المرورية بالمنطقة.